المجلس العسكري في طلبات الثورة، في تحقيق مطالب الثورة. فاحنا هنقول بنقول ليه يا مجلس سايب على كل لسان سيرتك ما تدي المصري حقوقه وخلي الثورة تحبك. احنا مش عايزين نكره حد، احنا بنسبقش بعداوة، احنا عايزين مصر كلها تبقى ايد واحدة فعلا. كل اللي عايزينه ان مطالب الثورة تتحقق. انا هقول شهداء هتقولوا نفضت، هقول مصابين نفضت، حرية مدنية دستور والفتنة حاكمهم وفلوسنا والثورة. تمام. ليه يا مجلس سايب على كل لسان سيرتك ما تدي المصري حقوقه وخلي الثورة تحبك؟ ليه يا مجلس سايب على كل لسان سيرتك ما تدي المصري حقوقه وخلي الثورة تحبك؟ شهداء في ناس تانية موجودة، فهنقول مدنية مدنية عشان